رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس وزراء بعد ظهر اليوم في السراي، وخلال الجلسة أجرى رئيس الحكومة اتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي بيجرز، مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والشهداء. كما أجرى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض، واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ، واستنفار كل أجهزة الوزارة لنقل الجرحى إلى المستشفيات ومعالجته. كما أطلع رئيس الحكومة مجلس وزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات، فأكد مجلس وزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي، والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس. وشدد مجلس وزراء على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي. وقرر مجلس وزراء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل. وكان رئيس الحكومة تحدث في مستهل الجلسة فقال: نتابع رغم كل التحديات مناقشة مشروع الموازنة، إيمانا منا بأن هذا واجبنا الدستوري ومسؤوليتنا الوطنية، وسنأخذ بعين الاعتبار أوضاع كل العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين وفق ما تسمح به واردات الدولة وقدراتها المالية. نحن معنيون بإعادة التوازن إلى المستوى المعيشي وكرامة المواطنين. نحن نسمع ونفهم كل أصوات الحق، وسنعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل مشكلة تطرح بعيدا عن أي شعبوية. ويبقى الهم الوطني الأول هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، والاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف اللبنانيين في أرواحهم وأرزاقهم. وهذه الإجرامات الإبادية هي برسم المجتمع الدولي، مع تأكيدنا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل بنوده ومندرجاته. هذا كل شيء. مثل ما بتعرفوا، يمكن مش وقتها بس، يعني لازم تعرفوا انه كان في قرار في التباس بمجلس وزراء اللي طلع له علاقه بتسجيل الطلاب السوريين. هذا القرار طبعا تعدل وصار يقتصر فقط على التلاميذ يلي معهم اقامات شرعيه ومعهم وراء من اليو ان اتش سي ار فقط لا غير. وهذا الموضوع بينسحب على المعاهد الفنيه والتعليم العام. هذا كل شيء. مع هيك يعني اليوم اسرائيل كانت عم بتهدد باجتياح بري، ولكن اليوم يبدو بانه صار في اختراق امني. شو موقفكم اليوم؟ معطينا موقف الحكومه، موقف الحكومه اعطينا. اما الاجتياح البري صار لنا هذا الموضوع بنسمعه تقريبا من تشرين الاول، بس هذا ما بيعني انه الوضع يعني هو وضع مطمئن. شو اللي تبلغتوا هلا؟ يعني هيدا اعتداء كثير كبير على لبنان وعلى سيدي الوطن. إذا بالبيان كان واضح انه هو اعتداء على السياده اللبنانيه. ايه، شو بلغتوا لهلا؟ شو المعلومات الاوليه؟ ما في بعد معلومات، اكيد في تحقيقات، والدوله اللبنانيه رح تتابع التحقيقات يلي لازم تعملها. شكرا. عليك بدك تصرح؟ إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كان هيدا هو موقف الحكومة اللبنانية من الخرق أو الاختراق الأمني اللي حصل. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة جبيلي وعلي شقير.